إيران تعرض إلى اقتراحات كثيرة، منها مقتل العالم النووي، إلى اضطرابات شديدة إضافة إلى مستوى اقتصادي متدهور. الرجل كان يطمح بأن يكون وكيلا للمرشد الأعلى، وكل الأمور جائزة وواردة، ولكن من يقول هذه الحقيقة؟ من يقول هذه الحقيقة هو الجانب الإيراني. هل هو عمل تخريبي؟ لماذا استهدف طائرة رئيسي؟ ومع العلم يوجد هنالك طائرتان اخريتان تراب رئيسي، ولماذا لم تكن بهذا المستوى؟ ولماذا رئيس يذهب لافتتاح سد؟ هذا من مسؤوليات وزير الزراعه او وزير الموارد او، لكن هذا الرجل هو يمثل سياسه ايرانيه وممكن حضر لهذه الواقعه، وبالتالي حدث الذي حدث، سقطت الطائره في ارض وعلى كل الدول تاسفت، نعم حدث ماساه، وكل الدول قدم تريد المساعده، ولكن يبقى هنالك الفرضيات قائمة. من الممكن اغتيال، من الممكن عمل تخريبي، لماذا فقط طائرة الرئيس هي تتعرض لهذا الحادث؟ هنالك طائرتان أخريتان صحيح. معه، لماذا رئيسي معه وزير الخارجية؟ لماذا رئيسي؟ لماذا كل هذه الأمور نعم، يجب أن توضح تساؤلات وبحاجة التأكيد إلى الإيراني؟ أجوبة. لا طيب أنا ولا الخمسين أنت يوم ولا أي جهة. المقبلة أستاذ شلش، الخمسين يوم التي سيتم من بعدها اختيار رئيس جديد لإيران، إلى أي مدى ستكون هذه الأيام حساسة وصعبة بالنسبة للداخل الإيراني، لربما إيجاد شخصية بصفات وميزات إبراهيم رئيسي مناسبة للسياسة الإيرانية في الداخل وفي الخارج؟ سيدتي الكريمة، نعم الخمسين يوم المقبلة ستكون صعبة بالنسبة للداخل الإيراني والجانب الإيراني. لماذا؟ من سيكون بديلا لرئيسي وهو من مدرسة المرشد الأعلى؟ من الذي سيتولى هذه الأمور؟ نعم نحن نعرف بأن المسؤول الأول والأخير في الدولة الإيرانية هو المرشد الأعلى، الباقي جهات تنفيذية، ولكن ضمن الدستور لديهم حق الاعتراض. يعني رئيسي كان لديه حق الاعتراض على بعض الأمور، وزير الخارجية، والآن جاء بديلا لوزير الخارجية، الانتخابات، ولكن ماذا يقول الشارع الإيراني؟ هنا النقطة الحساسة، ماذا يريده الشارع الإيراني؟ إيران عبارة عن أيديولوجيات وتيارات متعددة، إيران عبارة عن نفوس كثيرة، عبارة عن هنالك يعني إصلاحيين، هنالك محافظين ومحافظين متشددين، هنالك حسن روحاني الذي أبعد في أحد المرات عن رأسه، هذه كلها الأمور الآن مخلوطة مع بعضها. متى ما انتهت الخمسين وقرر بأن يكون هنالك شخصية مناسبة لإدارة الدولة في إيران، نعم تدار الدولة في إيران من قبل الرئيس الجديد، ولكن بإشراف المرشد الأعلى. المرشد الأعلى الآن من الممكن هنالك ترشيح ابنه على ما أظن مجتبى أن يكون بديلا له. هذه الأمور لا نحددها نحن، من يحددها هو المواطن الإيراني. نحن نراقب لأن الوضع في إيران إن تدهور سيؤثر على كل المنطقة، فبالتالي الشعب الإيراني والحكومة الإيرانية هي المعنية. نعم أعلنت الحكومة الإيرانية ستستمر الأمور عادية، وهنالك لديهم مفاوضات في قطر مع أمريكا، وهنالك لديهم أمور نووي، وهنالك لديهم مستوى اقتصادي متدهور، فهذه الأمور كلها تحدد داخليا. نعم من يعني بالسياسة الإيرانية؟ نعم الإيرانيون لديهم طول البال ولديهم الحكمة في إدارة الملفات. نعم هذه ليس أول مرة يتعرضون لهكذا حادث، قبل كان أحمد سقوط صحيح، وكما يقال أن المرشد الإيراني علي خامنئي لن يعدم من إيجاد شخصية مماثلة لرئيسه. نعم جزيل الشكر لكل هذا التحليل والمداخلة معنا من بغداد، عبد الله شلش محلل سياسي.